اهلا بيكم، هنكمل مع بعض منهج الكمبيوتر لاولى اعدادي الترم الثاني. والنهارده هنعمل مراجعه على الجزء الاول من المنهج اللي هو بيتكلم عن برنامج سكراتش. يبقى ده فيديو المراجعه رقم 1. بعد كده ان شاء الله هنراجع الجزء النظري في فيديو ثاني، وممكن ناخد بعض النماذج الاسئله على برنامج سكراتش اضافيه. يعني هنبدأ مع بعض أحد الأسئلة. السؤال الأول بيقول أكمل ما يلي، وبيتكلم عن مكونات واجهة برنامج سكراتش. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده أول حاجة، واحد ده شريط القوائم، اتنين ده شريط الأدوات، تلاتة الجزء ده المربع ده مقصود بيه طبعا الايه المنصة، أربعة ده الكائن، خمسة دي خلفية المنصة، وستة اللي هو الجزء ده اللي هو منطقة الكائنات، سبعة شريط التبويبات اللي هو المحاط بالأحمر ده. طيب تمانية اللي هي منطقة البرمجة، تمانية اللي هي الجزء اللي أنا بركب فيه الأوامر بتاعتي ده اسمه منطقة البرمجة، تسعة دي منطقة ايه او مجموعات الأوامر، عشرة نقطة اكس واي ودي اللي بتوضح موقع الكائن على المنصة. يبقى دي مكونات واجهة برنامج سكراتش. سجل السؤال التاني، سجل خطوات تغيير اللغة العربية، تغيير الواجهة. طبعا احنا عندنا أداة خاصة بالايه باللغة اللي هي في شريط الايه القوائم. يبقى نمرة واحد الضغط، ضغط على ايه؟ على أداة اللغة أو أيقونة اللغة من شريط الايه؟ القوائم، ماشي. بعد كده اختيار اللغة العربية، بعد كده اضغط انتر، ماشي، أو هتضغط عليها بالفأرة برضو هتستجيب. يعني ده الأيقونات دي يا جماعة في شريط الايه؟ الأدوات. عشان نكون فاهمين اكتر شريط الايه الادوات، لو عرفت انا بستخدمه للتعامل مع الكائن على المنصة، خلاص. يبقى ده اداة التصغير، يبقى نستخدم الايه اداة تصغير الكائن، دي اداة الايه تكبير الكائن، ماشي. دي نسخ الايه الكائن على المنصة، دي ايه قص او حذف، يبقى ده ايه حذف الايه الكائن، تمام. الاخيرة بقى اللي هي علامة استفهام، دي اللي هي ايه مساعد البرنامج. طبعا مساعد البرنامج ده خاص بالموجود في شريط الادوات، خاص ببرنامج سكراتش، يشرح مكوناته ووظائف الايه المناطق اللي فيه وكده. وضح الفرق بين أوامر التكرار repeat و forever. عندي أمرين repeat و forever، والاتنين موجودين في ايه في مجموعة أوامر control، ماشي. repeat هو عدد أو تكرار لعدد معين من المرات، تكرار الأوامر طبعا. العدد ده أنا بحدده من هنا، يبقى repeat أكتب خمسة هنا يبقى هيكرر خمس مرات، اكتب ستة، اكتب سبعة، اكتب مية، يبقى هو هيكرر عدد معين من المرات. انما forever تكرار لا نهائي، بيقف بس لما انا اعمل له ايه stop من ايقونة الايقاف اللي في واجهة البرنامج فوق المنصة تماما. وضح مع الشرح خطوات ادراج كائن جديد في برنامج سكراتش. هنقول ان احنا واحد بنضغط او نضغط او نفتح، يعني طبعا ايقونة ايه مكتبة الكائنات، اتنين اختيار الكائن المراد اضافته، تختار ايه كائن معين، تلاتة اضغط ايه اوكي. احنا عندنا طبعا ايه اربع طرق
لإضافة كائن جديد من مكتبة الكائنات، ماشي. نمرة 2، صورة من ملف، صورة من الكاميرا، أربعة، باستخدام الراسم. استخدام الايه؟ الراسم. يبقى دي 4 طرق لإضافة كائن جديد. السؤال صح وغلط. يمكن وضع صورة من ملف خلفية للمنصة، طبعا مظبوط، لأن نفس ال4 طرق اللي بيستخدموا لإضافة كائن جديد هم اللي بيستخدموا لوضع خلفية للمنصة. السؤال الثاني، يوجد مظاهر متعددة لجميع الكائنات، طبعا غلط، لأن في بعض الكائنات لها مظهر واحد بس. ترتيب الأوامر لا يؤثر على نتيجة التنفيذ في أي برنامج، طبعا غلط، لأن ترتيب الأوامر مهم جدا وبيفرق قوي في نتيجة التنفيذ. 4، لا يمكن التحكم في اتجاه دوران الكائن أثناء التصميم، غلط طبعا. أنا أقدر أتحكم في الروتيشن ستايل بأكتر من طريقة. اشرح نتيجة تطبيق المجموعة البرمجية الآتية. طبعا ده الحدث، ولا هو ايه؟ وهو الضغط او النقر على ايه؟ على علامة فلاج، او الضغط على العلم يعني. ده امر تكرار لا نهائي. هنا change color effect، هنا تغيير مؤثرات الالوان او لون الكائن بدرجة 25. wait انتظار لمدة ايه؟ لمدة ثانية واحدة. دي انتظار لمدة ثانية واحدة. مقطع سهل يعني، ما اعتقدش ان هو هيجيب مقاطع سهلة في الامتحان ان شاء الله. هنا عايز يشرح وظائف الاوامر دي. الاوامر دي طبعا من لونها كده، احنا كل مجموعة هتلاقي لاحظ ان كل مجموعة اوامر لها لون مميز. دي مجموعة اوامر لوك، قلنا عليها لوكس بلوكس، ماشي، يعني مجموعة أوامر لوك الخاصة بمظهر الايه؟ بمظهر الكائن. هنا say hello for إظهار نص hello لمدة ايه؟ لمدة 2 ثانية. يبقى هيظهر فوق الكائن كده كأنه بيتكلم كلمة ايه؟ هلو، زي اللي بنشوفها في الكاريكاتير كده، هتظهر كلمة هلو لثانيتين. سي هلو هتظهر رسالة ايه؟ هلو برضو، ولكن مش بوقت محدد. يبقى اظهار رسالة هلو على الكائن. شو اظهار الكائن؟ هايد اخفاء الكائن، تمام. كلير جرافيك افكتس، طبعا احنا شرحنا الامر ده اللي هو ايه؟ نقول ايه؟ محو او ازالة تأثيرات الشكل المطبقة على الكائن. يعني انت اثناء البرنامج اديت الكائن امر انه يقول سي، يقول هالو مثلا، او يقول اي جملة، انه يغير لونه، انه يغير تأثيرات الجرافيك بتاعته، ففي النهاية بيتغير شكل الكائن أثناء البرنامج. أنا عشان أرجعه لأصله تاني وأرجع الكائن زي ما كان، بديله أمر clear graphic effects لإزالة تأثيرات الجرافيك أو تأثيرات الشكل اللي تم إجراءها عليه. أشرح المقصود بالمجموعة البرمجية الآتية ونتيجة تنفيذها. طيب ده طبعا الحدث، وهو أي النقر على علامة الفلاج. point in direction 90، ده ضبط الكائن في اتجاه 90. يعني لو انا عندي كائن مثلا القطة اللي هي القطة الشهيرة كده يعني، واقفة كده وبتبص لتحت كده، ماشي، ادي القطة اهي، انا عايز اوقفها تاني، عايز اخليها تقف تاني كده ويبقى اتجاهها اتجاه طبيعي كده، ماشي، يبقى بديها الامر ده point in direction 90. يبقى ضبط اتجاه الكائن في درجة 90. clear إزالة الخطوط والرسم، أي خطوط أنت رسمتها بتروح بأمر clear.
بن داون وضع القلم. set بن color to طبعا ايه عندنا لون احمر، تغيير لون، تغيير لون القلم الى الايه الى الاحمر. repeat 4 ده تكرار 4 مرات. move 200 steps الحركة لمسافة 200 خطوة. turn خلي بالك هنا turn ايه turn left، يبقى الدوران 90 درجة يسارا في اتجاه الايه اليسار. ماشي. السؤال التالي، اشرح خطوات اضافة صوت مسجل داخل مجموعة برمجية. سهل، ان انا بقول له الامر بتاع ساوند، بقول له بختار امر اسمه بلاي ساوند، وكل كائن طبعا له صوت. يعني مثلا لو هو ولد او بنت من الموجودين في البرنامج يبقى فيه صوت اسمه بوب وجنبها سهم. يبقى نمرة واحد اضافة امر بلاي ساوند، وبعدين اضغط على السهم في الامر واختار امر ايه ريكورد. ماشي. بعد كده تسجيل المقطع الصوتي من تاب ويب ساوند. اربعة، هنقول تسمية المقطع وبعدين اختيار المقطع من الامر. بضغط تاني على الايه على السهم ده، هينزل لي اسم المقطع اللي انا سجلته اختاره. طيب احنا الاسئلة اللي موجودة في الكتاب الوزارة عن السكراتش خلصت، فهنراجع المحتوى بتاعه. دي طبعا الواجهة قلناها اللي هي بتتكون من 10 اجزاء، شريط القوائم ماشي، 2 شريط الادوات اللي هو ده، 3 اللي هي المنصة المنطقة دي، 4 اللي هو الكائن ده، 5 خلفية المنصة، 6 منطقة الكائنات اللي هي دي، 7 شريط التبويبات، 8 منطقة البرمجة، 9 مجموعات الاوامر، 10 نقطة اكس واي. الجزء التالي طبعا ده تغيير واجهة البرنامج للغة العربية، وده سؤال حليناه من شوية. ان انا بضغط على ايقونة اللغة في شريط القوائم بينزل لي مجموعة ايه شريط او قائمة باللغات المتاحة في البرنامج، بختار اللغة العربية واضغط انتر، او بنزل حتى بالسهم باللغة العربية واضغط انتر فيحول واجهة البرنامج الى اللغة العربية بالكامل. طبعا دي المنطقة دي اسمها منطقة الايه الكائنات. اي كائن بضيفه بتحط هنا في مربع كده، ضفت كائن واثنين وثلاثة، كل كائن جنبه حرف اي كده في مربع او دايرة زرقاء، ده بيجيب لي معلومات عن الكائن زي ما احنا شايفين كده، بيجيب معلومات زي اسم الكائن ووضعه على المنصة 0 و0 واتجاه الدوران بتاعه وروتيشن ستايل اهو، واذا الكائن ده ظاهر ولا مخفي على المنصة. كمان هنا في منطقة الكائنات عندي 4 طرق لإضافة كائن. عندي دي اسمها مكتبة الكائنات، وده الراسم اللي ممكن نرسم بيه كائن، وده إدراج صورة من ملف، وده إدراج صورة باستخدام الكاميرا. دي المنصة، وقلنا أبعاد المنصة 240 بوينت بالموجب و 240 بالسالب. تقدر تحسب المنصة كلها عرضها 480 خطوة، وكذلك ارتفاعها 180 بالموجب و 180 بالسالب اللي هو بيساوي 360 ستبس. اما نقطة المنتصف، منتصف المنصة، فهي احداثياتها 0 و0 طبعا زي ما احنا عارفين حتى في الرسم البياني خدنا حاجة زي كده، محورين اكس واي او سين وصاد. دي اسمها القائمة المنسدلة للكائن. انا بضغط على الكائن رايت كليك او ضغط يمين بالفارة فبتظهر لي قائمة مختصرة او قائمة منسدلة
فيها امر انفو لايجاد معلومات عن الكائن، وامر دبليكيت لنسخ الكائن، ماشي، امر ديليت لحذف الكائن، امر سيف تو لوكال فايل لحفظ الايه الكائن كصورة مثلا. خلي بالكوا هنا احنا لو حذفنا الكائن اقدر من قائمة edit، خلي بالكوا الحتة دي، في امر اسمه undelete اقدر من خلاله استعيد الكائن اللي انا حذفته تاني. كمان في قائمة edit برضو في امر تاني اسمه small stage layout. الامر ده لما بضغط عليه بتعلم تقشر قدامه صح كده، والحجم المنصة بيصغر في البرنامج وبيكبر بقى منطقة البرمجة ومنطقة مجموعات الأوامر. ده عشان انت تقدر تكون البرنامج والمقطع البرمجي بشكل أحسن. عايز انت تكبر المنصة تاني تضغط على قائمة edit برضو وتضغط تاني على نفس الأمر small stage layout، فيرجع لك المنصة لحجمها العادي. الاثنين الامرين دول undelete استعادة الكائن المحذوف و small stage layout اللي بيغير وضع المنصة وحجمها في واجهة البرنامج، الاثنين موجودين في قائمة ايه edit. ما تنساش المنطقة دي، ده اسمه شريط التبويبات، في تبويب scripts وتبويب customs وتبويب sound. خلي بالك احنا لما بنضغط على خلفية المنصة اللي موجودة جنب او اسفل المنصة، التبويب ده بيتحول الى ايه، الى تبويب ايه، باك دروب، ماشي. تبويب ساوند طبعا بيستخدم لتسجيل المقاطع الصوتية، وسواء تبويب كاستيوم او باك دروب، احنا قلنا ان باك دروب بيستخدم لتغيير خلفية المنصة او اضافة خلفية جديدة، وتبويب كاستيوم يستخدم للتعامل مع المظاهر المختلفة للكائن واضافة مظهر جديد اذا اردت. دي المجموعات اللي هنا، دي اول تبويب اسمه سكريبتس، متقسم لمجموعات، مجموعة اوامر موشن، مجموعة اوامر لوكس الخاصة بالمظاهر، وموشن اللي هي الحركة، ساوند مجموعة اوامر الصوت، مجموعة اوامر بن، ايفنت اللي هي الاحداث، الكنترول اللي فيها امر ويت وامر فوريفر وامر ريبيت، سينسنج اللي هي الاستشعار، واوبريتور اللي هي المعاملات، واوامر اخرى. طبعا كل امر انت لو ضغطت على موشن هيظهر لك مجموعة اوامر موشن هنا في مجموعات الاوامر او البلوكس. يبقى فوق اسمها سكريبتس، المربعات اللي هي فيها ايفنت وفيها كنترول دي اسمها ايه سكريبتس، انما هنا اسمها ايه بلوكس، مجموعات اوامر الحركة، وعندنا اوامر الصوت واوامر الشكل المظهر وغيرها. المقطع البرمجي بيعرفه بيقول ان هو مجموعة من الاوامر، بكم التعريف ده ممكن يجي، مجموعة من الأوامر يتم تركيبها منطقة البرمجة بترتيب معين، كما يتم تركيب مجموعات الايه البازل، ودي احنا قلناها في الدرس، ودي من احد مميزات برنامج سكراتش، ان تركيب الأوامر او تركيب البرنامج فيه يشبه تركيب البازل، اي انه سهل التركيب. لما اجي احفظ ملف او مشروع عندي في برنامج سكراتش بضغط قائمة فايل واختار امر سيف او سيف از، وبسمي البرنامج الملف بتاعي او المشروع بتاعي، مع ملاحظة ان مشروع برنامج سكراتش بيبقى امتداده SB2، ما ننساش النقطة دي. دي طبعا قلناها قبل كده، اضافة ايه كائن جديد، ولها اربع طرق، مكتبة الكائنات باستخدام الراسم، صورة من ملف، وصورة باستخدام الكاميرا. دي شريط الادوات والذي يستخدم للتعامل مع الايه مع الكائن على المنصة، ماشي. ما ننساش ده لنسخ الكائن، ده لحذف الكائن، ده تكبير الكائن، ده لتصغير الكائن، وهنا لفتح مساعد برنامج سكراتش. زي ما قلنا من شوية ان قائمة edit فيها امرين مهمين احنا بناخدهم، امر اسمه undelete لاستعادة او التراجع عن حذف الكائن، small stage layout تغيير نمط المنصة الى نمط اصغر اذا اردت لازاحة الفرصة لاجزاء اخرى. ده المقطع البرمجي، وله هو كمان قائمة منسدلة
القائمة دي لو انت ضغطت ضغطة يمين رايت كليك بالفارة فوق المقطع البرمجي هيظهر لك مجموعة اوامر في القائمة المختصرة، امر اسمه دوبليكيت وده بيستخدم لتكرار او نسخ المقطع البرمجي، امر ديليت اهو وده يستخدم لايه لحذف المقطع البرمجي، اد كومنت ده يستخدم لإضافة تعليق على المقطع البرمجي، امر هيلب. وهيلب هنا بيختلف عن الهيلب اللي احنا خدناه فوق من شوية موجود في شريط الايه الادوات، ان هو هيلب خاص بالبرنامج ككل. اما امر هيلب هنا اللي موجود في القائمة المنسدلة للمقطع البرمجي فيستخدم المساعد ده لعرض شرح للاوامر، بيقول لك ان امر سيت روتيشن ستايل ده احد مجموعات اوامر كذا وبيستخدم في كذا وطريقة استخدامه كذا، امر ريبيت عبارة عن امر كذا، فهو بيشرح الهيلب اللي هنا اللي موجود في القائمة المختصرة للمقطع البرمجي خاص بشرح اوامر برنامج سكراتش. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه وان شاء الله نكمل مراجعة في الفيديو التالي، والى اللقاء.